من الناس من آمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه الكرام الذين قبلوا دعوة التوحيد وما جاء به صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى ومن قومه من كفر. لذلك قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أما الناس الذين كفروا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فهم أصناف من العرب، من مشركي العرب كانوا أصناف ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ناداهم ودعاهم إلى لا إله إلا الله قال لهم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. قالوا له: بنقولها. ما هي؟ قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كفار قريش في الوقت ذاك كانوا فاهمين تماما ماذا تعني هذه الكلمة، عشان كده رفضوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فانتبه أيها المسلم لجواب الكلام بتاعهم في هذه الآية. قالوا: أجعل الآلهة الكثيرة اللي بنعبدها نحن إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الكلام ده بيقتضي إنهم كانوا بيعبدوا الله لكن بيعبدوا معه آخرين. والكلام ده ما معناه إن كفار قريش ما كان بيعبدوا الله أصلا ولا بيعرفوا الله أصلا، لا، الكلام ده غلط. كان بيعبدوا الله وكان بيعرفوا الله. طيب اعترضوا على النبي في شنو؟ هل اعترضوا عليه على انهم هم ما بيعرفوا الله وما دار يعبدوا الله؟ لا، هم اعترضوا عليه لما قال لهم تعبدوا الله براو، وهم دارين يعبدوا الله ويعبدوا غيره. عشان كده ما قالوا له ما دار نعبد الله ولا بنعرف الله، ما قالوا كده. واتحداك فتش القرآن كله من اوله الى اخره، وكتب السنة كلها من أولها إلى آخرها، جيب لنا آية واحدة ولا حديث واحد من السنة بيقول إنه كفار قريش قالوا للنبي نحن ما بنعرف الله ولا در نعبد الله ذاته. ما في كلام زي ده. قالوا شنو؟ قالوا أجعل الآلهة الكثيرة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. مما يدلك على إنه هم بيعبدوا الله وبيعرفوا الله الآية في سورة يونس، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء مالهم بيعملوا شنو؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اذا هم بيعرفوا الله ولا ما بيعرفوا؟ دارين يستشفعوا له ولا لا؟ دارين يتقربوا له ولا لا؟ اذا تفهم من الأول
إن كفار قريش لو قلت ما بيعرفوا الله كذاب، لو قلت ما بيعبدوا الله كذاب، بيعرفوا وبيعبدوا. طيب بماذا طالبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طالبهم بأنه يخلصوا العبادة. يخلصوا العبادة يعني شنو؟ يعني يعبدوا الله براو، ما يعبدوا معه غيره. الدليل على كلامي ذا شنو؟ قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله. انتهى الكلام؟ ما انتهى لسه. أن أعبد الله مخلصا له الدين، ده المطلوب هنا، مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. انتهى الكلام؟ ما انتهى. إلا ليعبدوا الله شنو؟ مخلصين، افهم النقطة دي، مخلصين له الدين، حنفاء. حنفاء يعني شنو؟ يعني مستقيمين، ما بيلفوا ويدوروا، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كده انت فهمت ولا لسه؟ انه المشركين كان بيعرفوا الله وبيعبدوا الله، لكن لما لم يخلصوا له الدين والعبادة كانوا مشركين، كانوا مشركين. ربنا قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. انتبه، الآيات كلها إخلاص، دين خالص، مخلصا، مخلصين. ليه؟ لأنه ديلك ما مشكلتهم في العبادة، مشكلتهم في إخلاص العبادة، خالدين فيها أبدا. مع أنهم بيقولوا شنو؟ ليقربونا إلى الله زلفى. ربنا بعديها قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو شنو؟ كاذب. ضل من شنو؟ تدعون إلا إياه. الكلام ده هنا عن منو؟ افتح اي كتاب من كتب التفسير، فتح الكتب اللي قدامك دي، لو لقيت واحد من المفسرين قال انه الايات دي بتتكلم عن المؤمنين، تعال قابلنا، كلها عن المشركين. المشركون بيعملوا شنو؟ لما يركبوا في السفينه والموج يهيج بهم ويظنوا انه خلاص ماتوا، انقرضوا بعد ده، ربنا قال: ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ده الكفار، الكفار ده اللي بيعملوا اللي في البحر، بينادوا منو؟ بينادوا الله. راجع التفسير، تفسير ابن كثير، أتحداك افتح تفسير سورة العنكبوت، أتحداك افتح واقرأ أسدي قدام الناس تفسير سورة العنكبوت. قال تبارك وتعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا منو؟ الله. تقول مشرك ما بيدعو الله؟ دعوا الله، ده مشرك. أرجع أشوف تفسير الآية دي شنو؟ قال ابن كثير، أورد قصة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، كان الوكيل ذاك مشرك، والسبب اللي خلاه يركب البحر النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه هو ومجموعه من كفار قريش انذاك، قال لهم اقتلوهم، لو لقيتهم معلقين باسار الكعبه اقتلوهم. منهم صفوان بن اميه، منهم عكرمه بن ابي جهل وغيرهم، ركب البحر بسفينه. بعد ذاك لما اضطربت بهم الامواج بقى عكرمه بن ابي جهل بيدعو في اللات والعزى. اقرا التفسير من قبل ما بترفع وتنزل، اتحداك اقرا، اقرا تحت تفسير ابن كثير السيدي كويس. عكرمه ابن ابي جهل بقى بيدعو اللات والعزى ومنات، الجماعه المعاون مشركين قالوا لا 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 لا، هنا ما في منات
ولا في لات ينفع ولا في عزة. الله بس هنا بقوله تسأل الله بس. قال لهم لئن أنجاني الله من هذه لأضعن يدي في يد محمد. السوق اللهم مدام الله كل بنجينا في البحر بره ما بنجينا إلا الله برضو. بس قال لهم كذا الله يمرقني من دي. كويس ربنا نجاو. أول ما مرق منا مشى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأنه اللي بنجيك في البحر يا هو اللي بنجيك شنو برا البحر. عشان كده ربنا قال في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله ذيل منو. شوف الآية بتوريك بعد شوية الآية ذاتها. قال دعوا الله مش دعاء ساي مخلصين له الدين. دعاء نظيف مو زي حقكم ده يا الله ويا شيخي يا الله ويا الغوم ما في ويا 99 في القلعة راقدين 99 تراديهم هم راقدين هم كان فيهم حاجة اللي هم عليه حلو 99. قال دعوا الله مخلصين له الدين جوا البحر. البحر ده كمان في لاتينا ولا عزة ولا ابويا الشيخ مف. قال مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما انجاهم الى البر اذا هم شنو يشركون. دير المشركين ولا ما المشركين في البحر بينادوا الله ولا ما بينادوا. مخلصين له الدين ولا ما مخلصين له الدين. ينادوا مخلصين له الدين لكن اول ما يمرقوا والهواء يضربهم برا ويحسوا بالمتعه وتاني ما في مشكله وبحر ما في وموج ما في وغرق ما في سفينه ما في بيحسوا بانه خلاص كده مرقوا من النار. ها قال اذا هم يشركون. ربنا قال ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يشركوا برا عشان كده مشركو العرب. انت لابد تفهم النقطة دي. ولذلك قال عمر رضي الله عنه قال انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة. يتنقض الاسلام ده. قال اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية. شفته؟ انت لو ما عرف الجاهلية عاملة كيف ما هتعرف الاسلام اصلا. ما بتعرف الاسلام الا تعرف الجاهليه. وانت ما حتعرف الصح الا تعرف الغلط. يا اخي هسه بتاع الكوره ديل لما تجي المدرب والكوتش بتاعك بتاع التيم بيجي بيقول لك في فاول لابد تعرف الفاول شنو. مش بوريك الفاول ولا بقول لك لا بس انت عارف الكوره الصح والفاولات دي احنا ما بنوريك ليها. بتمشي الكوره كلها بتاع دافع اولاد وبلنتي وتشيلها بيدك وتعمل ضربه جزاء وتلخبط الحكايه لكن بوروك الغلط شنو. عشان كده انت في الدين خليك من الشغل الهوس ذاك في الدين. ها الدين لابد تعرف الغلط شنو. لابد تعرف المشرك ده بقى مشرك كيف ذاته. انت قال المشرك ده بس الخدت له صنم قدامه وشغال بيعبد في صنم في حجر قدامه بس ده ده مشرك هو. اي لكن براو ما براو ما براو. ايوه وبالتالي مشركو العرب كانوا مقرين بجزئيه من التوحيد. ترضى بالكلام ده ولا ما ترضى؟ نحن الفيصل بيننا وبينك القران. نحن ما جايين نغلطك. بيننا وبينك القران بيننا وبينك السنه. انت ما تعرف قران ما تعرف سنه ونحن بنحتاج بالايات من القران وبالاحاديث من السنه. المشركون مشركو العرب كانوا مكرين بجزئيه من التوحيد. انت تسميه توحيد الربوبيه ما تسميه توحيد الربوبيه خلينا من التسميه. وان كانت تسميه اجمع عليها علماء السلف لكن ده ما موضوعنا معاك. انا داير اديك ايات هسه من القران وبوريك محلها وابقى راجل افتحها. المصحف قاعد كويس
والناس الحافظين راقدين هنا قاعدين كويس. بديك آيات من القرآن فيها إنه المشركين ديل كانوا مكرين بنوع من أنواع التوحيد. أسألكم سؤال لكل المسلمين الواقفين هنا، لو الزول قال الله خلقني أنا معترف مقر قانع إنه الله خلقني، الكلام ده جزء من التوحيد ولا ما جزء؟ ها؟ في زول يقدر يقول ده ما من التوحيد؟ كون أقول الله خلقني، الاعتراف ده من التوحيد ولا ما منه؟ من التوحيد. طيب نجي نشوف المشركين قالوا شنو. سورة الزخرف الصفحة الأولى قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ده فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد، ده كلام مؤكد، قال ليقولن، ودي لام القسم ده مؤكدين في الفعل المضارع، ده كلام مؤكد، قال ليقولن خلقهن العزيز العليم. العزيز العليم ده منو؟ الله سبحانه وتعالى. دي آية نمرة واحد. سورة الزخرف ذاتها آخر صفحة الآية قبل آيتين من الأخير قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم هم ذاتهم، أسألهم قول لهم من خلقهم منو؟ قال ليقولن الله. الكلام ده كلام المشركين ولا كلام المؤمنين؟ ده كلام المشركين. إذن المشركين ده أقروا بجزئية من التوحيد ولا لا؟ أقروا. إذن لما تجي تقول إنه المشركين ده ما بيعرفوا الله وما مقرين لله بجزء من التوحيد، تبقى أنت خالفت القرآن، ده كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال تعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال تعالى في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. سورة الروم. نخلي القرآن نباري ده، نخلي القرآن صح، نقنع منه التب ونقعد نباري في ديل. المشركون كانوا مقرين بهذا النوع من التوحيد، معترفين به. طيب ليه هم مشركين ما دام مقرين الله خلقهم؟ مش كده بس، مش بس الخلق براو، لا لا لا. سورة يونس ربنا قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل من يرزقكم، ده الرزق كمان، انت تقول لي الرزق بيجيبوا الحجاب وبيجيبوا ابوك الشيخ، ها؟ انت بتقول كده؟ تعال شوف المشركين بيقولوا شنو. ولئن قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون منو؟ الله. ديل منو ديل؟ ديل مشركي العرب. افتح التفسير، افتح سورة يونس، انت بتعرفها؟ انت للمغرب ما بتقدر تفتح سورة يونس، سيقول لك افتحها من المصحف صار تقدر تفتحها. ها؟ قال فسيقولون الله فقل، يعني حجة عليهم، رجع لهم الحجة، فقل ما دام اعترفتوا انه الرزق من الله والحي من الميت بيخرجوا الله والميت من الحي بيخرجوا الله والبملك السمع الله والابصار بيملكها الله، اذا ما اعترفتوا بهذا كله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، باقي كله ضلال بعدها. انت دار حجه اكثر من كده؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ورانا انه نحن لو في اي خلاف بيناتنا نرجع للقران، نرجع للسنه،
ربنا قال الآية 9 من سورة الشورى أو الآية 10 من سورة الشورى، قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ فحكمه إلى الله. أرجع القرآن تجد أقول لي أخو محمد عبد الوهاب، أنت ما عندك موضوع ولا شيء؟ أخو محمد عبد الوهاب، نحن عندنا محمد عبد الوهاب ذاته ما بيمثل دليل في حد ذاته، هو ذاته ما دليل. محمد عبد الوهاب عالم من العلماء زيه زي علماء الأمة البقية، يقول أي قول يجيب دليله. أنت قال محمد عبد الوهاب ده كتب لنا كتب بتاع حكايات وقصص وحجة، حجاني فلان وكلمني شيخي وقالت حبوبتي وحكوا لنا، كتبه كلها عبارة عن أدلة. عشان كده أنت ما تقرأ لي كتاب أخو محمد عبد الوهاب، أقرأ كتاب محمد عبد الوهاب، أقرأ للجماعة اللي قاعدين دين عشان يفرتق لهم كل العجلات بتاعت التصوف القاعدة في راسهم. ليه؟ لأنه ده كلام مع الدليل، ما عنده كلام كثير كده والدليل كذا. ما تدعو مع الله إلها آخر. الدليل قال تعالى في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ده كتبه كده أنت قال شنو؟ لا يملك الرزق إلا الله. الدليل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. آية في سورة العنكبوت، يعني نحن نخلي سورة العنكبوت وسورة الروم ونخلي سورة الأنعام وسورة يونس ونخلي القرآن كله ونقعد كذا نسمع لنا الحكايات وحجة. حدثتني حبوبتي وقال أبويا الشيخ وحكوا لي اليوم ده الشيخ طار ركا مرق شنبه مرق ضنبه، ده ما قصة نحن كثير. نحن كمسلمين ربنا ما قال لنا اتبعوا الشيخ المرق ضنبه ولا اتبعوا الشيخ المرق شنبه، ربنا ما أمرنا بذلك. ربنا سبحانه وتعالى نزل علينا كتاب يا ناس، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كتاب ربنا نزل لنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نخلي القرآن نقعد نبارك لنا في حجة قصص بتاعت شيوخ ودجل وشعوذة، ده كله والله لا يغني عنك من الله شيئا. ونحن حلقاتنا دي ما عندنا مشكلة شخصية معه، لا مع حميدة ولا مع غيره ولا مع واحد من الناس، ما عندنا مشكلة شخصية ولا قبلية. ونحن حلقاتنا ذاتها بنعملها لنوع ده ولغيره عشان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكتب لهم بها هداية. ارجع للقرآن يا اخي، يا اخي سيب اللي بيسوفه ده كله يا اخي، ارجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي علم في ابن عباس فتى صغير، كان فتى صغير يقول لي يا غلام اني اعلمك كلمات، على كلام ما تستفيد من الكلمات دي، بدل جايب لك نشرة قاطعة من الرادي، نشرة رادي يا ناس في دعوة للدين بنشرة، نشرة بتاعت بيت جنى خواجات ولا شنو عارف، البيت دي كرهنا بيها ذاته من سنة 2001 شغال البيت دي ذاته، التسجيل ده لا بينمسح منه لا بيفقده ها لا موبايله بسرقوه، بس قاعد البيت دي يا ناس. ده موضوع داسة، النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس كلمات يا اخي، شوف الكلمات دي سمحه كيف تشغل لي بك، وانه والوهابيه خلينا ما وهابيه ها، كان عندك موضوع بدك تقول لها امشي تلمي، ما عندك موضوع انت ولا شنو؟ بدك تعشن يا اخي تفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اني اعلمك كلمات شويه لكن شوفها قويه كيف وقيمه، قال لي احفظ الله يحفظك، لا حجاب، لا تمشي للشيخ تسف تراب، لا تشرب لك محاياك، ولا ده كله ما بينفعك بحاجه، احفظ الله يحفظك. واحد مره سالته قلت له ست لابس حجاب كويس، لابس حجاب يهودا ورابطه وعامل بحميد، انت قبل اليوم كنت في بطن امك جوا، ما كان عندك حجاب؟ لا لا، قال لي
بعد شوية قبل كده كان انا في كوسك قبل كده قال لي اي عندي ما امي شربته محايا لو انا كنت في بطني امي شربته محايا بالله شوف انا هذا ابليس لعب بهم كيف يا ناس النبي قال لك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالته فاسال الله شنو البرنامج الكثير يا اخي انا اديك بفهم بسيط جدا قول ابوك الشيخ ده بالحق قول بالحق طب اغرينا معاك وكفرنا بالله ذاته سلمنا جدلا كويس بالحق والله برضه بالحق صح طيب بالحق سريع يا تو سريع وعنده اي حاجه داير رزق عنده هسه ابوك الشيخ ده ممكن اقول له اه داير الجنه يقول جنه ما عنده في الوقت ده ادى لي واحد قبل شويه ما عنده اساسي ممكن يكون في الوقت ده ما عنده كويس بالحق سريع يا تو مش الله وذاته بقول لك الله طيب اللي بخليك تنادي الشيخ شنو ما الله ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي له مع الله ما دام الله بما تقول تساوي لك مع الله يا ناس النازل ما يعقلوا النازل ما يعقلوا يا إذا توصلوا الأمة لشو ليه يا تو حد تقدر توصلوا الأمة يعني الناس اللي يرجعوا تاني للقبور الحمد لله الان في وعي كبير جدا في اوساط الشعب الحمد لله نعمه من الله الناس وعت زي ده زمان تلقى الناس اللعمة شايل المكسر ورم المؤمن ابويا الشيخ والبركه والدين ما تعرف شنو وانا داير شنو والداير الجلد جاي والداير يعرسوها هسه ده شغال ما في وده الغايز هو ذاته يجيب سماعه يرفع عليه فوق ويعلقها ويلف ده كله مكحنا والناس اللي استفادوا يتعلموا ما بفلاح مننا نحن ولا باجتهاد مننا نحن ربنا سبحانه وتعالى بيقذف الهداية في قلب الإنسان لما يسمع القرآن ويحترم القرآن ويسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيهدي ربنا بيهدي من يشاء ويضل من يشاء عشان كده نحن بنقول الناس كلهم يا ناس ارجعوا القرآن والسنة ارجعوا القرآن يا بدل انت تقعد ملقط لك حجبات حجبات ما بيفروش عصاك بيخلينا لو النفوت بعدك يجوا ملوم في حجبات بهيني حجبات بتاع الشنو حجاب بتاع الشنو نحن دارين تجارب تاني ذاته بيان بالعمل دي احنا حنجي ان شاء الله الحلقة الجاية دارين بيان بالعمل نجيب حجاب نفتح هنا نشوف الحجاب ده بيشتغل شنو وجوه ذاته فيه شنو ان شاء الله بنفتش لك حجبات والناس كثير اقتنعت لما الشغل ده اتفرتك قدامه وعرفوا الحاصل انا اكتفي بهذا القدر واقدم شاف